ربيع عام 2000، الشباب الصربي الغاضب يعلن حربا لا عنف ضد رجل يقولون إنه سرق أجمل 10 سنوات في حياتهم. ذلك الرجل يدعى سلوبودان ميلوزوفيتش ويعرف باسم سلوبو، وهو محبوب لدى أصدقائه في الحزب الاشتراكي، ولكن سلوكه اللطيف فيه خدعة، فهو معروف أيضا بأنه أشد الطغاة الدموية في أوروبا وجزار البلقان. جر ميلوزوفيتش بلاده إلى الحرب في كرواتيا والبوسنة وكوسوفو، وجلب التطهير العرقي ومعسكرات الاعتقال. جلب البطالة والفقر والفساد والاضطهاد والخوف. في عام 98 بدأ ميلوزوفيتش في طرد الألبان من كوسوفو، محولاً حوالي 1,000,000 منهم إلى لاجئين. كان هيجان الغرب على مجزرة ارتكبت ضد مدنيين في أوائل عام 99 قد مهد الطريق أمام قيام الناتو بحملة قصف ضخمة. لقد استمر سقوط القذائف 87 يوما، وبتكلفة بلغت 3 بلايين من الدولارات. تلك المعاناة وحدت الكثير من الصربيين وجمعتهم حول ميلوزوفيتش. ففيما أجبره القصف على سحب قواته من كوسوفو، إلا أنه ظل يقاوم متبجحا بأنه تغلب على تهديدات الناتو وبقي صامدا. لم يكن يهمه كم من الضرر لحق بجيشه وبشعبه، كل ما همه أن يبقي السلطة في يده. وفي النهاية كان واضحا أن القصف قد أحكم من قبضته على السلطة على المدى القصير، ربما ساعد على تقويض سلطته على المدى الأبعد، ولكن فكرة أنه سيقلق بسبب الضرر العسكري كانت هراء، فلم يكن ذلك ليقلقه. ومع ذلك كنت أسمع كثيرا في وزارة الخارجية الأمريكية أنه لن يستجيب إلا للقوة. بعد القصف خرج آلاف المحتجين ضد ميلوزوفيتش إلى الشوارع يقودهم الطلبة. لم تجد قوات الأمن صعوبة في التعامل معهم، وعلى الرغم من عزيمة المحتجين وخروجهم للتظاهر يوميا، إلا أنهم لم يشكلوا تهديدا جديدا للنظام. غير أن هناك مجموعة في المعارضة لم تكن قانعة بالاحتجاج، لقد عملوا بهدوء مستهدفين أساس سلطة ميلوزوفيتش، أي عامة الناس الذين كانوا حتى الآن يخشون معارضته. شعارهم هو قبضة اليد، واسمهم أتبور أي المقاومة باللغة الصربية. مضى على وجود أتبور المقاومة عام كامل، ولكنها أخذت تنمو بسرعة في أعقاب قصف الناتو. تشكلت أتبور من حوالي 20 من الطلبة النشطين، ولم يكن لها مكاتب. كانوا يعملون بمبالغ صغيرة ويجتمعون في المقاهي ويتواصلون بالهواتف النقالة. كان بعضهم قد اعتقل وكانت الشرطة تراقبهم عن كثب.
لدينا تاريخ طويل من حركات حرب العصابات التي كسبت السلطة في هذه البلاد. عندما أقول حرب عصابات فلا أعني العنف، بل فقط أعني قيادة سرية وشكلا من السريات في الأمر. منظمة أوتبر على هذا الشكل، وحتى أن طلب الانضمام إليها أشبه بالانخراط في الجيش، ولكنه جيش يحمل رسالة. كان عددهم صغيراً، ولكنهم خلقوا انطباعاً بأنهم منظمة عريضة، وكانت منشوراتهم الشديدة السواد والبياض تعزز شعاراتهم الصريحة: اهزموا النظام، المقاومة لأنني أحب صربيا، الحرية. أصبحت القبضة والشعارات في كل مكان كبرهان على أنه من الممكن معارضة ميلوزيفيتش. انقسم سياسي المعارضة الصربية في محاولتهم للاستفادة من الاستياء الشعبي بعد القصف. زوران جينجيتش يرأس الحزب الأفضل تنظيمياً، ولكن هناك أكثر من 20 حزباً سياسياً، وقد فقد معظم الصرب الثقة في السياسيين. الكثير جداً من الناس في صربيا سيقولون أن كل القادة السياسيين فاسدون. أنا لا أثق في أحد، أنا لا أثق في جينجيتش، أنا لا أثق في كوشتونيتسا، أنا لا أثق في أحد. لقد كان هذا أحد أسباب نجاح ميلوزوفيتش طوال هذا الوقت، لأن الكثيرين سيقولون: حسناً، إن لم يكن ميلوزوفيتش فمن سيكون؟ من سواه؟ وجاء هؤلاء الفتيان والفتيات من أوتبور ليقولوا: لا، دعنا ننتهي من ميلوزوفيتش أولاً، فهذا مهم. كان نشطاء أوتبور واضحين تماما في أنهم لا يسعون إلى منصب، وللمحافظة على حرية تحركهم والإبقاء على صورة نقية بعيدة عن الفساد، رفضوا الانحياز إلى أي من الأحزاب السياسية الصربية، ولكنهم لم يترددوا في قبول المساعدة من خارج البلاد. بعد تشكيل أوتبور بوقت قصير، كانت لهم لقاءات بمسؤولين دوليين بمن فيهم أمريكيين. جميعنا شعرنا بالموهبة والقدرات الهائلة في أوتبور، وهم قد وضحوا أنهم يريدون أن يكونوا في نظر العالم كمؤسسة صربية، أي يوغوسلافية في الأساس، وليس أداة في يد الغرب. لقد احترمنا هذا واعتبرناه رأياً ذكياً. لذلك منذ البداية رأينا في أوتبور درجة من الحماسة والموهبة بهذا المعنى السياسي المشجع والجدير بما يمكن أن نقدمه له من دعم. ساهمت المساعدات الأمريكية الخارجية المخصصة لدعم الديمقراطية في أوروبا الشرقية في تغطية نفقات أوتبور. لقد كانت أفعالهم التي تسمى إلهاماً هي من صنعهم، وفي يوم ميلاد ميلوزوفيتش قاموا بصنع كعكة. وفي وقت خسوف القمر دعوا المتسوقين في وسط المدينة إلى مشاهدة الخسوف الذي يريدونه. كان كل ما نفعله يتضمن شيئاً من الدعابة، لأنني عندما كنت أمزح أنت تغضب، أنت دائماً تظهر بوجه واحد فقط، وأنا أعود من جديد بطرفة أخرى وبفعل آخر وبرسالة إيجابية أخرى إلى الجمهور العريض. هذه الطريقة كسبنا الطرف الثالث في القضية الشعبية عامة الناس، وهو الطرف الهام للغاية. أوتبور تدعو بلغراد إلى حفلة رأس السنة. موسيقى الروك غير محبذة لدى النظام، ولكنها بما تحمله من إشارة ضمنية إلى التمرد والمقاومة كانت العلامة المسجلة لأوتبور. ومع انتصاف الليل وبدلا من الاحتفالات التقليدية،
عرضت أدبر أسماء وصورا لصربيين قضوا في حروب ميلوزوفيتش. جاءوا إلى هنا طلبا للمتعة، فقدمنا لهم عرضا قبل منتصف الليل. أما بعد منتصف الليل فقد عرضنا لهم على شاشة كبيرة الفيلم المأساوي عن القتلى واللاجئين وكل الأمور السيئة، وقلنا أنه لا يوجد ما يدعو للاحتفال. عودوا إلى منازلكم وفكروا فيما يجب عمله حتى يكون لدينا في رأس السنة القادمة سببا للاحتفال. ولكن العبارة الرئيسية كانت: هذه هي السنة الألفية الثانية، هذه هي السنة الهامة، وفي هذه السنة يجب أن تنتصر الحياة أخيرا في صربيا. بعد شهر عقد الحزب الاشتراكي